سلام بونجور بنات بونجور شخباركم كي دايرين صودات ما يمكنش حنايا بتاريخ مغدي 22 جويلي الثلاثاء 22 جويلي الجو ما نقولش لكم صافي بدا مراكش تيطيب بدا تيطيب الواحد دغيا دغيا في لابيسين بشويه تبرد اوكي وبرد على راسو اتوت الوغ السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، ها نحن عدنا اليكم من جديد اخواني المشاهدين. الموضوع ديالنا هو سلطانة مصممة الازياء سهام بادة، وما جاوا هي كما نقولوا هي اشهر ضحايا حمزة حساب مون بيبي اللي الناس كاع يعرفوها وبزاف ديال الصوالح اخواني المشاهدين. ولكن بغيت غير باش كما نقولوا نبين واحد النقطة، انها البارح تعتقلت هي واحد الانسان اللي كانوا في وسط المحكمة، والسبب واش هو السبب داك مرايا انا ما فهمتش، انا درك شفت لا فيديو ديالو بقيت نسمع ما بقيت فاهم والو. واش راك مخروط في مخك؟ واش راك غاية؟ راك مليح في راك مليح ولا راك مهبول ولا مانيش فاهم؟ كيقول لك الحصري كاتالونيا كيقول لك الحصري، واش الحصري من وسط المحكمة؟ انت كاع اخترقت كاع جميع القوانين وهذيك السيده انا ما فهمتش. وكيزيد يورطها وكيزيد يورط هذيك الانسانه كيقولها بانها مراسله ديالو، وانت كتقول تشد اقرب طياره وتجي للمغرب، راه باينه راك غادي تجي للمغرب، راه غادي يدقوا عليك، وراها مذكره بحث في حقك. لان واش راه شدوا عندها التليفون؟ راهم شدوا عندها التليفون، راهم فتشوا داك التليفون، شافوا كاع واش كاين لي كونتاكت الميساجات بزاف ديال الصوالح. انها كانت مفوته معاك اللايف، كانت مفوته معاك لون ديريكت، كانت مفوته معاك في الكاميرا، وانت كنت مفوت كلشي في الاخر في القناه ديالك، وكتقول لهم نجيب لكم الحصري. كيفاش جيب لهم؟ يعني انت كاع مشيت بعيد، يعني ما حسبت لا قضاء، ما حسبت لا بوليس، لا محاماه، لا قضاة، لا حتى شي حاجه. جيت بحال هكاك وحطيت كما نقولها زبلها بحاشاكم بلاخ. واش هذا الشيء؟ كيفاش الحصري على كيقول لك انا ما نتبعش المشاهدات، لا انا ما بغيتش المشاهدات؟ يكذب عليك من الكاذب. كاع اللي راه هنا في هذا اليوتيوب كيتبع الادسنس وكيتبع اليوتيوب وكيتبع الفلوس، اقسم بالله برب الكعبه هذه يديروها في الدماغ ديالك. كاين بعض الناس اللي راهم مقلوب عليهم القفه ما عارفين حتى شي حاجه، ولكن ملي تدخل في الدومين تاع يوتيوب غادي تعرف بانه. وشوف هي ما فيهش، الا كانوا عندك المشاهدات بزاف راه غادي تجيب الفلوس، ما كانوش عندك المشاهدات بزاف ما غادي تجيب الفلوس. الا دار لك كما نقولوا لي دار لك 10000 في يعني قبل ساعه ولا جوج سوايع اللي تخلص فيها شويه ديال الفلوس، يعني كيعطيك. المهم ما كيعطيش المحتوى المغربي ما كيعطيش الفلوس في اليوتيوب، ولكن اللي عنده المشاهدات عاليين كيجيب حتى 100000 درهم 200000 درهم اللي عنده المشاهدات عاليين في النهار. المهم حنا ما نبعدوش على الموضوع. شوف اخواني المشاهدين، قال لك عنده المراسله ديالو هي هذيك اللي كانت في، غادي نقول لكم السبب باش اعتقلوا ديك البنت واعتقلوا سلطانه، مع العلم راكم شفتوا سلطانه خرجت ومشات وجابوها من الدار، ولكن من بعد كنتفاجئوا بانه تعتقلت وهودوها لتحت. من بعد كيقول كيخرجوا الصحافه، كتخرج ديك كيخرجوا بزاف ديال الصحافه، ديك ايديتو 24 كيخرجوا بزاف ديال الصحافه خرجوا بانها راها متابعه بحاله صراح. ولكن هنا كنتفاجئوا بان الاخ المغربي في برلين قال لك انها مازال معتقله، وراه كاين قال لك راه كاين بان
الناس هما اللي راهم خارجين لها بالحساب ديالها، هما اللي راهم دايروا بالحساب ديالها، وهو قال لك تحداها بانها دير واحد اللايف. وانا راني كنشوف في المواقع التواصل الاجتماعي وكنتفاجئ بواحد لافيديو ديالها كما شفتوه معايا في الاول، داك لافيديو ديالها بانها دارت لايف وجاوباته، قالت له بان يعني عطات له الهضره بلان ديريكت، قالت له بانه ها هو اللي كتقولوا باني راني دايره كما نقولوا بهذا المفهوم، يعني علاش ما بقيتش ندير اللايفات، ويعني هو قال لها ودي كنتحداك الا تخرجي ديري لايف. هي خرجت ردت عليه قالت له ها انتم اللي كتقولوا تحداوني نخرج ندير لايف، هاني درت لايف. ولكن الاخ في برلين الا كان عارف شي حاجه راه عارف، الله اعلم. انا غير كنت نشوف هنا في المواقع التواصل الاجتماعي حتى كنتفاجئ بانها خرجت بواحد اللايف وجاوباته، هذا الشيء اللي كاين. ولكن حاجه اخرى، يعني انا ما دخلتليش للعقل هذاك اللي كيقول كاتالونيا ذاك 24 مرايا، ما فهمتوش انا يعني في وسط القاعه، انا راكم عارفين في وسط القاعه في وسط المحاكمة ممنوع التليفون يتجبد ولا يتصوني ولا أي حاجة، القاضي من تما كاين إلا صونا لك التليفون، يعني حنا عارفين حنا مجرمينات، إلا صونك التليفون يقول لك خرج برا، ما تخرجش برا يهودك لتحت. هذه قضية وحدة، قضية أخرى إخواني المشاهدين، أن الحاجة اللي ما فهمتهاش، حاجة وحدة اللي ما فهمتهاش إخواني المشاهدين، في وسط القاعة دايرة معاه لان ديريكت، دايرة معاه اللايف، وهو طالق داك اللايف هذاك حصري، والناس كتشوف فيه وكيسمعوا واش كيقولوا في المحادثه وكيسمعوا في المحاكمه، هو تحدى القضاة تحدى القضاء تحدى المحامي تحداش، لا هذا غلط درته ارتكبت هذا الغلط، وكتخرج وعاد خارج وتهضر وتقول بانك راني كنجيب لكم الحصري. ما فهمتش كيفاش راني كنجيب لكم الحصري، خرجتوا كتقول لهم انا كنجيب لكم الحصري، هذا راه ما تدخلش في العقل، ما تدخلش للعقل. وهذا الشيء راه باين بانه يعاقب عليه القانون، هي عاقب راك صفتهم غير راك صفتها غير للحبس باطل، صفتها للحبس. شكون السبب؟ السبب هو صفتها للحبس، انها بداك بسبب داك لا فيديو. كيقولوا لك ان الله اعلم، انا ما غاديش نسبق الاحداث اللي كاين هكذا، كيقول لك يعني غادي نقرا لكم هنا باش تعرفوا، كيقول لك بان سلطانه يعني الله اعلم واش بيناتهم شي حاجه ولا، الله اعلم. كيقول لك سلطان انها يعني هاد الصحافه اللي كيقولوا اللي راه مدوله في الموقع التواصل الاجتماعي، كيقول لك بان سلطانه هي اللي حرضت هذيك البنت، وديك البنت هي اللي حرضتها باش تصور ديك داك لا فيديو ديك المحاكمه والاخر، وتما تعتقلوا بزوج وداروا مذكره بحث في حقهم. الاخرى قال لك سيدي الاخرى كما شفتوا لا فيديو راه متابعه في حاله سراح مؤقت، والاخرى راه الاعتقال، حتى غادي يشوفوا الجلسه الجايه ويشوفوا واش غادي يديروا معاها، واش غادي يتابعوها في حاله سراح مؤقت ولا غادي يعتقلوها حتى هي، لان هذا الشيء كثر فيه التخربيق، وهذا الملف هذا كاع ما بغاش يكمل، وهاد الناس غير تابعين هذا الملف تابع حمزه وموبيبي ودنيا باطو. انا بغينا هي فضي، الا دارت الذنب تستاهل العقوبه، ما دارتش الذنب غادي تخرج برا، وكاين واحد المحكمه الهيه عاوتاني. يعني بعض الناس كيقول لك اودي الا راهم عيقوا عليها، بغيت غير نوصل واحد الرساله، راه فيديوهات بزاف كيتداولوا، علاش غير حنا المغاربه شي كيفضح شي، انا بغيت غير نعرف علاش كاع الناس هكا متحدين وحنايا شي كيفضح شي. ولكن الحاجه اللي درتها ماشي زينه، الا كانت هي السبب وهي هي اللي كانت في ذاك الملف ديال حمزه مومبيبي غادي تستاهل العقوبه، نبغيو لها العقوبه ونبغيو لها السجن واقصى العقوبات. ولكن باش شي ما كيفضح شي، واش هي مغاربه؟ هادشي صعيب، راهم يضحكوا علينا الدول الاوروبيه. ولكن هي الا كانت دايره هادشي، انا غادي نقول لك كانت دايره هادشي، حنا نبغيو لها الاقصى العقوبات، لان بزاف ديال الادله كيكونوا ضدها. وشنو هي؟ يعني راه ما خلصش غير ديك 40 مليون غير هكا باش خرج السراح مؤقت، والصحافه هما اللي كيقولوا ولا اخرون، يعني ما خرجش ما جاتش غير هكا خلص ديك 40 مليون باش عطاوها سراح مؤقت. وعلاش كم تيتبر؟ انا ما فهمتش، هي عائشه عياش في رهن الاعتقال، اختك اللي هي ابتسام، صوفيا، المهم سي مظاهر، عدنان الساكن، بزاف، مول فيراري، اسامه الجعمي، يعني بزاف اللي كانوا متورطين في هذا. هيا دركي سعيده شرف ولات عاوتاني كحيات الموضوع، ولات هي حضرت البارح في الجلسه، مع العلم حتى هي كانت متضرره في هذاك الحساب ديال حساب حمزه مومبيبي. اخواني المشاهدين
يعني كانت متضرر بها وهي حتى هي من الاوائل. ولكن حاجه اللي ما بغاش تفهم ليه، راكم كاع شفتوا الفيديوهات ديال دنيا باطمه كتجبد حمزه مومبي بحمزه، ملي كيسولوها كيقول لك هو كاع الناس كيهضروا كاع الناس كيقولوا، لكن لا ديما تيدق المره تشوف فيها حمزه مومبي بحامل جبت حمزه مومبي بالاخر جبت. مع العلم ان المسير ديال الحساب بنت، مع العلم راكم شفتوا كيداول واحد الفيديو نتاع سناب شات اللي كان هو معروف به ديال حمزه مومبيبي باش دير الفيديو بالحساب ديالها صدقت بان وجهها في ذاك الحساب، يعني بزاف ديال الادله. المهم اخواني المشاهدين غادي نقرا لكم هذا المقال اللي ديال ايديتو 24 باش تعرفوا شكون اللي حط هذا الاخ. بعد اعتقال هذا ما قضت به المحكمه في حق مصممه الازياء سلطانه اشهر ضحايا حساب حمزه مومبيبي بعدما حرضت إحدى السيدات على التصوير داخل قاعة المحكمة، شوف شو كيقول، حيث تجري أطوار الجلسة محاكمة المغنية دنيا باطمة. حددت النيابة العامة بابتدائية مراكش تاريخ 21 من شهر غشت المقبل اللي بت في أولى جلسات محاكمة مصممة الأزياء سلطانة إحدى أشهر ضحايا حساب حمزة مومبيبي في حالة صراح. وبالعودة إلى تفاصيل الاعتقال، فقد تورطت المصممة سهام بادة المعروفة إعلاميا بسلطانة في خرق سرية جلسات المحكمة عبر تحريض إحدى السيدات لتصوير مجريات جلسة محاكمة المغنية دنيا باطمة زوال يوم الثلاثاء المنصرم، فيما تقرر الإبقاء على مصورة الجلسة في حالة اعتقال وتحدث تدابير الحراسة النظرية إلى غاية 21 القادم تاريخ انطلاق أول جلسات المحاكمة. وجدير بالذكر أن باطمة وشقيقتها ابتسام متابعة بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية لمعطيات عن طريق الاحتيال ومشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبالتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال الأشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم. يعني هنا باش تسمعوا باش واش قالوا، قال لك أشهر ضحايا حساب حمزة مومبيبي اللي هي سهام بدة اللي هي ملقبة بسلطانة رحالات صراح. هذا هو يعني هذه هي الحقيقة، يعني خطينا من دوك القنوات اللي كيقول لكم مصداقية مصداقية. تحياتي لكم، هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش ديروا اشتراك بالقناة، ضغطوا على زر الجرس باش تكونوا جديد، وتبارك الله عليكم اخوان المشاهدين في فيديو قادم.